للعيال ولكل مراقب انما يجري في نينوى بعد عام 2017 الى يومنا هذا، وبالاخص الموصل يعني تحديدا. هناك تغير ديموغرافي اقتصادي، وهناك تغير ديموغرافي سكاني، وهناك تغير ديموغرافي طال الممتلكات العامه من اراضي ومساحات خضراء محرمه اصلا البناء عليها، ومقتربات جسور، وحتى اراضي تابعه للدوله ودوائر الدوله. حقيقة أن الموصل استبيحت أيضا مرة ثانية بعد عام 2017، انقضت عليها المكاتب الاقتصادية والأحزاب الفاسدة، وذلك باعتراف المحافظ. يعني الكلام معروف للجميع ومن أعلى سلطة، فتصور عندما يصرح السيد المحافظ بهذا التصريح فلك أن تتخيل ما هي حجم المعاناة التي يعاني منها المواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة. بالتالي يعني على الحكومة المركزية أن تنظر بعين الرأفة والرحمة والجدية تجاه نينوى والموصل، وتعالج ما أصابها من الدمار. التأثير كبير جدا بالتأكيد هو الاستحواذ على كل مقدراتها من المشاريع ومن أراضي ومن فرص استثمارية. بالتالي ستحرم أبناء المدينة من تشغيل الأيدي العاملة ومن تشغيل الشركات التابعة لهذه المدينة والمحافظة، وبالتالي بالتأكيد سينعكس سلبا على المجتمع بصورة عامة وعلى قطاع الشباب بصورة خاصة. حقيقة القضاء والنزاهة تتعامل مع الملفات ومع الأخبار التي يأتيها، لكن حقيقة هناك ضعف وفي تحريك الشكوى وفي تقديمها والإبلاغ للنزاهة. الناس حقيقة تخشى ردات الفعل، وتخشى يعني أن يصيبها سوء فوق السوء الذي تعيشه، لكن هناك ملفات واضحة للعيان، وهناك ملفات يصرح بها، وربما إخبار السيد المحافظ يعتبر إخبارا وبلاغا رسميا على الجهات القضائية وهيئة النزاهة أن تتعامل بجدية مع هذا الملف. القصد الاستحواذ على موارد المحافظة بالدرجة الأساس، وبالتالي يعتبروها فرصة هذه يعني يمتصون دماء هذه المدينة وأبنائها قدر المستطاع إلى أن تحين تغيير الظروف لتغيير الواقع الحالي. أعتقد على أبناء المحافظة وأبناء الموصل تحديدا، يعني الموضوع يخصهم بشكل كبير، أن يعوا خطورة المرحلة وينتبهوا إلى الأيام القادمة، وأن لا ينخدعوا بالإعلام الكاذب والمطبلين والمشوهين للحقائق. عليهم أن ينظروا بعين البصيرة إلى المرحلة القادمة، وهناك استحقاق قادم انتخابي، عليهم اختيار المرشحين بشكل جيد. حقيقة جربنا يعني الاختيار السطحي لعدة دورات وحصلنا على نتائج مخيبة للآمال، بالتالي سوء الاختيار هذه إشكالية أيضا. يعني أنا ألومهم طبعا، لكن بالتأكيد ما أتفق مع هذا الإجراء أنه الناس الفقراء والبسطاء يضطرون يبيعون أصواتهم ب50,000. أيضا هذه تعتبر معول من معاول الهدم للمدينة والمحافظة. عندك هناك المال السياسي، أيضا هذا راح يلعب دور كبير في الانتخابات، يعني على أهل المدينة أن يحذروا من هذا المال السياسي، وبالتالي يغلبوا مصلحة المدينة ومستقبلها ومستقبل أجيالهم.